السلطات الاحتلالية في مدينة القدس تنتهج سياسة ملاحقة ضد الأسرى المحررين من بالذات يعني ذوي الأحكام العالية الذين قضوا سنوات طويلة في سجون الاحتلال. تمارس ضدهم شتى أنواع الملاحقة والتضييق، منها ما يتعلق في الاعتقالات المتكررة والتحقيق بتهم يعني غير صحيحة وغير قانونية واعتقالات تعسفية بالذات في فترة الأعياد اليهودية وغيرها، منها أيضا ما يتعلق في قطع التأمين الوطني ويعني التأمين الصحي وتسبب بمشكلات لدى عوائل هذه هؤلاء الأسرى، منها أيضا يتعلق بإصدار أوامر منع السفر في فترات متعاقبة وتمديده لأشهر بل وحتى لسنوات. هذا الأمر يعني يحرم هؤلاء الأسرى من ممارسة الحياة الطبيعية مع عائلاتهم مع أزواجهم مع أولادهم في السفر خارج البلاد وفي يعني التنعم في هذه الحياة كأي مواطن أو مقيم آخر في هذه البلاد. أيضا تقوم سلطات الاحتلال بملاحقة هؤلاء الأسرة من بنواحي مالية، مصادرة أموالهم، مصادرة مخصصاتهم التي يعني حصلوا عليها من وزارة الأسرة أو غيرها من الجهات. تقوم أيضا بالتضييق عليهم في موضوع التعاملات المالية وفتح حسابات بنكية. كل هذه الملاحقات يعني نرى أنها غير قانونية ويعني هدفها هو التضييق على هؤلاء الأسرة والتنكيل بهم ويعني إظهار أنهم تحت التعقب وتحت الملاحقة والمراقبة في كل وقت يعني لبث الرعب عندهم وعند عوائلهم وعند عموم المقدسيين عموما. في إجراءات إدارية، هذه الإجراءات يعني تعتمد على الأدلة السرية وعلى معلومات المخابرات، تعتبر أن هذه هي الأدلة الوحيدة التي ضدهم، لا يسمح لهم بالدفاع عن أنفسهم بل وحتى أنهم لا يسمح لهم بالاطلاع على هذه المعلومات يعني أو التهم المقدمة لهم، وبالتالي لا يستطيعون الدفاع عن أنفسهم. هذه الإجراءات هي يعني هذه القوانين هي قوانين قمعية، قوانين يعني هدفها التضييق على الحريات وتقييدها، ففرصة الدفاع التي يملكها هؤلاء الأسرى عن أنفسهم هي فرصة ضعيفة جدا. ويعني في العديد من الحالات تقدمنا بالعديد من الاعتراضات على أوامر منع السفر وغيرها من الأوامر التي تتخذ ضدهم، لكن دائما كانت الـ يعني السلطات تصر على قرارتها بادعاءات بخصوص ملفات سرية ومخابراتية يعني واهية.